السلام عليكم. في فيديو النهارده ان شاء الله جايب لك اربع تريكات في الفوتوشوب هتغير نظرتك للحياه. خلينا نشوف ازاي. انا مش عايزك دايما تصدق اللي انت شايفه بعينيك، لان هنا كان في شخص وشلناه. عملنا كده ازاي؟ اول حاجه هنختار اداه الاوبجكت سيليكشن تول من هنا كده، وبعد كده هنحدد صوره الشخص بشكل عشوائي سريعا، وبعد كده هنضيف لو في اي شويه اضافات محتاجين نضيفها. هندوس زرار الشيفت وهندوس على هنحدد على الجزء ده. الاداه دي ببساطه بالذكاء الاصطناعي بتتعرف لي على الاجسام اللي انا بحددها في الصوره. بعد كده هاجي من قائمه سيلكت وهاجي عند موديفاي واكسباند. هعمل اكسباند للسيلكشن بتاعي ده بحوالي 20 بكسل، ده بيعتمد على الصوره بتاعتك. وبعد كده ادوس اوكي. زي ما انتم شايفين السيلكشن امتد لبره، اتزق لبره شويه. بعد كده بكل بساطه هدوس كليك يمين وكونتنت اوير فيل. هيجيب لي هنا على اليمين البريفيو بتاع الصوره بعد ما تتشال. زي ما انتم شايفين في جزء بس هنا مش مظبوط، فهنا ببساطه انا هشيل الاجزاء اللي انا عاوزها ما تتكررش عندي. فانا هشيل الجزء بتاع المبنى ده من السيلكشن بتاعي. اول ما هشيله زي ما انتم شايفين الجزء اللي على اليمين اتظبط تماما. بعد كده هقول له الاوتبوت انا عاوزه في النيو لاير وهدوس اوكي. وبكده صديقنا اللي كان موجود في الصوره ده اختفى تماما. عنوان الحلقه النهارده ما تصدقش اللي بتشوفه عينيك. خلينا نخش على التريكه الثانيه. زي ما انتم شايفين دي صوره، ناسف على هذا المنظر، دي صوره شخص اسنانه صفرة شويه. عايزين نتخلص من الصفار ده كله. هاجي من قائمه ادجستمنت وهعمل هيو ساتوريشن لاير. بعد كده هختار من القائمه دي اليلوس. هنا ببساطه انا بقلل الساتوريشن وبعلي اللايتنس، وبكده سنان الشخص بقت بيضة تمام. باجي بعد كده بدوس كنترول اي عشان اعكس الماسك، وبالفرشه الفيدت بحدد بس الاجزاء بتاعه الاسنان عشان يبقى التاثير عليها بس وما يكونش في اي تاثير على الجلد. لو محتاجين نزق الموضوع شويه كمان هاجي من اليالوز زي ما احنا قلنا، وبعد كده هبتدي بقى اني اتحكم في السلايدرز اللي موجوده هنا عندي عشان اتحكم في رينج الاصفر الموجود كله. ممكن ان انا ابتدي بقى اقلل اللايتنس شويه والساتوريشن شويه، لان مفيش سنان حد في الحياه بتبقى بيضه بالبياض ده. ممكن كمان في النهايه ابتدي اني اقلل الاوباستي بتاعت اللاير بتاعتي شويه عشان تبقى واقعيه اكتر. ده كده قبل وده كده بعد. زي ما قلنا ما تصدقش اللي بتشوفه يعني. التركه الثالثه معانا هي ان لو عاوز عندي صوره شخص وعندي صوره خلفيه زي دي وعاوز ان انا ادمجهم مع بعض، اول حاجه ببساطه بعملها ان هجيب اداه الاوبجكت سيلكشن تول وهدوس على زرار سيلكت سبجكت من فوق من هنا، فهيتحدد لي صوره الشخص بسهوله شديده. وبعد كده هدوس على الماسك عشان يبقى الشخص موجود. ولكن هنا المشكله اللي هتقابلنا ان الالوان بتاعه الخلفيه مش متطابقه مع الوان بتاعه صوره الشخص. في طرق كتير جدا عشان اعالج الالوان دي، ولكن في طريقه سريعه جدا هقول لكم عليها دلوقتي. هاجي من الادجستمنت من فوق من هنا وهدوس على كيرفز ادجستمنت لاير، وهعمل كليبنج ماسك لللاير بتاعه الكيرفز دي على اللاير بتاعه الشخص عشان التاثير يكون بس على اللاير دي. هدوس الت وهدوس ما بين التو لايرز زي كده هيتعمل لي كليبنج ماسك. بعد كده هخلي الفوكس بتاعي على اللاير نفسها مش على الماسك. زي ما انتم شايفين لما بدوس هنا بيبقى الفوكس على اللاير، بدوس هنا بيبقى الفوكس على الماسك، انا عايزه على اللير. وبعد كده هاجي من قائمة البروبرتيز وهاجي على الزرار الاوتو من هنا، هدوس الت وهدوس على الزرار ده، هتفتح لي الاوبشن ده وهدوس على كلمة فايند دارك اند لايت كولرز. هنا ببساطة الطريقة دي بتعتمد على ايه في عملية ماتشنج الكولر. بتعتمد على ان انا باخد الوان من الخلفية، الالوان الغامقة اللي في الخلفية، وبخليها نفس الالوان الغامقة اللي في صورة الشخص بتاعي، وباخد الالوان الفاتحه اللي في الخلفيه واخليها نفس الالوان الفاتحه اللي في صوره الشخص بتاعي، وبالتالي الالوان بتاعه الصورتين هيبقوا ماتشنج مع بعض. ازاي الكلام ده؟ خلينا نشوف. هاجي من الشادوز من هنا ادوس على الشادوز وهبتدي اني اختار لون يكون غامق في الخلفيه، وليكن مثلا اللون البني اللي من تحت من هنا كده. بعد كده هدوس اوكي وهاجي على الهايلايتس هختار لون فاتح، افتح لون يكون في الخلفيه. فانا هختار مثلا افتح لون اللي هو في الاجزاء اللي في السحاب من فوق من هنا كده، وبعد كده هدوس اوكي. انا كل اللي يهمني هنا الالوان والكونتراست بتاع الصوره هنهتم بيه بعدين. بعد ما عملت الكلام ده كله هدوس اوكي، وبعد كده هيقول لي سيف ديفولت، هقول له نو. فكده زي ما انتم شايفين الالوان الى حد كبير بقت شبه الخلفيه. عظيم جدا، بس الصورة بتاعتي فقدت جزء من الكونتراست بتاعها، بقت إلى حد ما فيدت كده. فكل اللي أنا هعمله ببساطة هاجي على نفس اللير بتاعت الكيرفز وهطلع شوية بالكيرفز كده وهنزل شوية بالكيرفز. زي ما انتم شايفين ده كده قبل
ده كده بعد، ده كده قبل، ده كده بعد. كده احنا عملنا ماتشنج لصورة الشخص مع صورة الخلفية في 3 ثواني، والموضوع ما خدش مننا وقت كتير. وطبعا كل ما اديت له وقت اكتر كل ما كانت النتيجة احلى. التريكة اللي بعد كده هي ان لو عندي مثلا صورة جرين سكرين، حد مصور صورة شخص كده جرين سكرين، بيقابلني مشكلة كبيرة جدا لما بصور مع الجرين سكرين، اني لما هاجي اقص صورة الشخص من الخلفية بالشكل ده هنلاحظ فيه حاجة اسمها الكاستنج كولر او لايتس، اللي هي الالوان اللي لونها اخضر اللي بتبقى في الحواف دي. دي ببساطة لان الاضاءة بتنعكس على اللون الاخضر، بعد كده بتنعكس على الهدوم تاني، فبيبقى شكلها مش ظريف خالص لما نيجي مثلا نركبها على صورة تانية. هتخلص من الجرين كاست ده ببساطة شديدة ازاي؟ عن طريق ان انا هعمل نيو لير واخلي البلندنج مود بتاع اللير دي هخليه كولر. كده ايه اللي هيحصل؟ كده انا لو جبت الفرشة ولونت باللون الاصفر كده، كل اللي هيحصل عندي مفيش حاجة في الصورة هتتغير غير لونها، التفاصيل وكل حاجة في الصورة هتفضل موجودة عندي، ولكن اللون بس هو اللي هيتغير. فإحنا هنستفاد بالموضوع ده ازاي؟ انا هاجي هختار اي لون من الجاكيت من على الشمال من كده، وابتدي اني ارسم على الاجزاء دي بالشكل ده. وبكده احنا غيرنا الالوان او الكاستنج اللي لونه اخضر ده اللي على الحواف، وما بوظناش في التفاصيل. طبعا في شويه حاجات ممكن تطلع بره، فانا هعمل اللاير دي كليبنج ماسك عن طريق ان انا هدوس الت وهدوس ما بين التو لايرز كده، وابتدي بقى اني الون، اخد لون مثلا من الجزء ده والون الجزئيه دي. نفس الكلام في الحته دي، اخد لون والون هنا، نفس الكلام هنا. ودي طريقه سريعه جدا بتخلي لي الايفكت بتاع الجرين سكرين ده يختفي في ثواني. ده كده قبل وده كده بعد، كده قبل وكده بعد. رب تكون الحلقه عجبتكم، قولوا لي في الكومنت تحت لو التريكات السريعه دي مفيده ليكم ولا لا. بس ان شاء الله في حلقات جايه قويه جدا. كان معاكم محمد علي، سلام.